دائما ما بحب ابدا براي معروف الرصافي ان رمت عيشا ناعما ورقيقا فاسلك اليه من الفنون طريقا واجعل حياتك غضه بالشعر والتمثيل والتصوير والموسيقى. ممتاز. تلك الفنون المشتهاه هي التي غصن الحياه بها يكون وريقا، وهي التي تجري النفوس فتمتلئ منها العيون تلألؤا وبريقة. ليه؟ لأنه يعني الفنون اللي احنا ذكرناها دي وغيرها من الفنون هي دائما جميلة، ما بتضيف للشخص نفسه بس، وإنما بتضيف للآخرين، للمستمعين، للمشاهدين. يعني كل أنواع الفنون بجمال المختلف هي مواهب، مواهب تنمى بطرق مختلفة. اليوم احنا معانا موهبة يمكن عمرها سنة، يعني سنة لكن رقم ما سهل، نقول سنة من الموهبة تنمي في موهبتك. سنة معناها يعني أنت ماشي في طريق صحيح وطريق سليم. يعني داخل الاستوديو معنا أحمد محمد بابكر وشاعر، أرحب بك كثير يا أحمد، صباح الخير عليك. أهلا بكم وشكرا على الاستضافة، وبحيي قناة الشروق على الاستضافة الجميلة دي، وإلى كل السودانيين كل سنة وانتم طيبين بمناسبة السنة الهجرية، وان شاء الله ينعم بلادنا تنعم بلادنا بالامن والخير والسلام ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. احمد يمكن لينا عملت تطواف حلو جدا حول موضوع الشعر، في الفتره الاخيره لينا ظهرت ابداعات شبابيه جدا، ابداعات مهمه جدا في السودان، خاصه بعد الانتفاضه العظيمه جدا اللي بعد الثوره السودانيه اللي كانت مدفونه شديد صباح الشروق نحتضن ونظهر للمشاهد الكريم. ابو حميد نحن سعداء انك تكون معنا داخل صباح الشروق، عايزين نعرف بداياتك الشعريه، النشاه والبدايه في مجال الشعر. النشاه والبدايه كانت انا اصلا مرتبط جدا ومتاثر جدا باغاني الحقيب. جميل. طبعا اصلا وانا صغير يعني البيت كان اغاني الاستاذ عثمان حسين، عبد العزيز احمد داوود، كل الاسلاف السابقين. لكن لما جيت اكتشفت اغاني الحقيبه يعني لقيت زي ما بيقولوا لقيت فيها نفسي مايل عنها. ايوه مايل. ايوه فتاثرت بها جدا، حتى طريقتهم في الشعر، نظرهم القوافي مرتبط بها ارتباط شديد. فزي ما بيقولوا تاثرت بها يعني. بعد ذاك كانت زي ادتني دافع انه افتش الموهبه دي جواي. فالحمد لله مر السنه يعني الموهبه من بدري انت متاثر بالموضوع الشعر تحديدا. أيوة. لكن ما اتخذت قرار يعني فعلي في انك تبدا الا قبل سنه. أيوة. انك تبدا تكتب. ايوه جميل. طيب يا احمد، يعني ام درمان وحيود البنا ويعني ودوره في تشكيل وتطوير هذه الموهبه. طبعا ام درمان مليئه جدا بالفنون ولها تاريخ كبير، كل الشعراء شعراء الحقيبه كلهم كانوا موجودين في ام درمان. طبعا. ايوه ود البنا في ودوره تلقى سرور وعبد الكريم مرغني وناس السيد عبد العزيز في مكي، يعني عبد الرحمن ريح يا العرب. ايوه عبيد عبد الرحمن. أيوة. كلهم موجودين في ام درمان. فده ام درمان طبعا بتشكل فيك، بتتاثر، يقول لك الشاعر من بيئته يعني. فتاثرت بهم، تاثرت بام درمان، وبعدين يعني ام درمان حي معروف وعريق جدا في الفنون. ام درمان زي ما قالوا سليلة المجد ومهد الحضارات السودانية. نعم الجميلة. نعم نعم. ام درمان دي الحديث حول ام درمان يمكن يارينا حديث يمكن يعني لحد بكره ما حنقدر نفهم ام درمان. والكتابات الشعرية حتى كثيرة يعني في كثيرة جدا في ام درمان. طب ام درمان هي اللي ولدت الشعراء الكبار، شعراء الحقيبة، ام درمان. نعم. اللي جابت الفنانين العظام والكبار. نعم. جدا ام درمان، الجامعات العريقة، ام درمان. نعم. الاقتصاد، الفن، الثقافة، يكفي ان ام درمان كانت بوتقة بتضم كل المجتمع السوداني. نعم. وبتضم كل الاحرار. اذا كانت تكلمنا حول حي العرضة، مجموعة يعني ام درمان دي انت اللي لها بشتي فينا ذكريات. تحية لناس ام درمان ابتداء ما نقطع الكوبري لحد ما نمشي لنهاية ام درمان. لكن عايزين نعرف يا محمد، وانت بتمثل الان ام درمان، انت درست او بتدرس الان في جامعه النيلين كليه الاقتصاد. كليه الاقتصاد. أيوة. دين شفت التوافق بين دراسه الاقتصاد وكتابتك للشعر، كيف بتكون؟ والله انا لما بديت كان بديت في الجوطه بتاعت البيت يعني انت موهبتك اقل حاجه تمرق الشارع يعني، مثلا لقيت موضوع، لقاك موقف، شفت زول كده مثلا، اي احساس داخلي تقدر تكتب عنه. لكن على
في القرايه ما اثرت، بعرف اوفق، وفقت جدا بين القرايه وبين الشعر. بين الموهبه. ايوه جميل. طيب شعر الغزل والحماس والدوبيت والحكمه وشعر الدارجي والفصيح عند احمد تحديدا. ايوه ده كله في كتاباتي علينا ما شاء الله. كله في كتاب. الله يخليك. طيب ده كان امتداد من شعر الحبيب. انا شعر وفيه طبعا الحكمه وفيه ولا الغزل الحماس كثير. تخيل لك الغزل كثير، دي معناه انت اكثر حاجه عندك الغزل كثير جدا. طيب ابدا بواحده بريده انا جدا يعني قريبه لقلبي، اسمها الوداعيه. الوداعيه الوداع العادي ده الوداعيه. طيب بتقول رحت طالب سعيد الفال عند الوداعيه، أشوف كيف وصل مريد اللي ما مراعي، حليت عليها وبنظرة منها المعية قالت جيتني تشكو الغرام وفقد الوعي. قلت صح يا ستي، بريد ظبية في الخدور محمية، كل ساعة زايدة حلا زايدة عندي أهمية، قلت بشري بالسعد ورميت لورقة أمية. قالت لي سميها، قلت 71 ومية ناقص المية. هاي اتربعت قدامها وفي نفسي الآمال مبنية، كشكش وكشكشت وذيعاتها وقالت يا بني بحسرة صعيب وصال العاقد عليها النية. قلت لها كيف وين القتاني جنية، قالت يا جناي عارفة نيتك الطاهرة وعلوية، تدور لذاتك أنيس ولهمومك دوية، وتبقى مصدر فرحة لقلبك ولحياتك ضوية، بس كيف انت طول النجوم والأجرام السماوية. قلت كيف أسلاها وأسل تلك العيون الأدعجية، النواعس الكحال وتلك الخدود الزاهية الأبلجية، والبسمات العطرة بروقة الوهاجية، ست الحنان والزوج بالعطف مريين، كيف أسلى ميلة الخصر في قدلة مشية، تتنيها الخطابة في روح البان منها مختشية، والشعر السادر والوجيه زي قمر العشية، كسن الفؤاد غرام والعيون عن غيرها بقت مغشية. قلت كيف أسلاها وتبقى من قلبي ممحية، وهي شوقي وهيامي وسبب دموعي السحي، وشوقي لي بسمة الصغيرة والكف مبادر بالتحية، لو وافت روحي المنية حتفضل يا ستي في قلبي حي. تفضل يا ستي في قلبي. أنا ما أعرف تخيلت الكلام ده، تخيلت إنه يعني هيتغنوا بهم قريبا ما ان شاء الله. وطبعا يا لينا يمكن على نهج اغاني الحكيمه، تخيلت انه اريد أيوة. وراها ترتاح. ايوه انه بتغنى، انه الكلام ده بتغنى يعني. طيب على ذكر الغناء يعني واحده حاليا في طور التلحين. تلحين كمان تلحين. انتهت شعريا ايوه، فسلمتها لمطرب وان شاء الله بتظهر قريب يعني. هي اغنيه واحده، ده اول تعامل بيني وبين فنان. ايوه ده كلام جميل. احمد يمكن تطواف جميل وحلو. ونرجع لك لقصه الودع، انت علاقتك شنو بالودع؟ والله اقتبست من وين اول حاجه؟ هي كفكره ايوه، فالفكره جات واستلهمت المسرحيه اللي وريت كلها السدي، وده كتبتها وكشكشة الودع ليه الحداية. يمكن الشاعر الجميل ربنا يرحمه سيد عبد العزيز أيوة. يعني زي ما بيقولوا كان زمان بيكتب في كتاباته، في احدى لقاءاته بيتكلم قال لنا انه احنا
بالنسبه للنسوان السودانيات بكلامه في ده، انه قال نحن كتبنا عنهم كتابات جميله جدا. حقيقه يا جماعه الشعراء الحقيقيين هم اللي اظهروا المراه السودانيه بجمالها، بجمالها، باحترامها، بصفات. زمان طبعا كان شويه كده عيب انه المراه تسهر، كان في اعتقادات في مجتمعنا. ورغم كده كان في وصف دقيق لمحاسن وجماليات المراه، لانه هي المراه السودانيه قادره ان هي يعني تعجب الرجل وتخليه انه يكتب فيها كلمات جميله. والان واضح الى الان يعني طبعا يعني انتم لا يعني احنا ما نقول الى الان نوع يعني ما جميلة وما ما بتناسب مع العادات والتقاليد السودانية. لكن ان شاء الله جيلنا صح ما يغير المفهوم. احنا احنا خلاص في حاجة سربناها لك، انه ممكن الفترة الجاية شوفوا شارع عايش شنو الحياه اللي كان زمان شويه كده احنا انحرفنا عنها في عاداتنا وتقاليدنا ومعتقداتنا، يترجعون لي من خلال الكتاب. المشكله حاليا تفتكر انه الشعر واسع، ذوق الشباب يتغير، فانت كشاعر بتشوف الشباب عايش شنو تدي خاصه انه الشباب هو صانع الثوره السودانيه. يعني نعم. احنا بنتكلم عن ثوره سودانيه مجيده صنع الشباب، ودوركم كان كبير وملهم. أيوه. طيب احنا عايزين سريعا كده نعرف الثوره السودانيه في كتابات احمد الشعري. الثوره السودانيه طيب كتبت عنها بقول فيها. طيب تستحضرها بالتلفون هي بس انه الذاكره شويه. طيب دايما الشعراء كده يعني احنا بنحفظ. فاض شعب بثوره مطالبا بالحريه. جميل. وازاله حكم الجور وانهاء عهد الدكتاتوريه. واسترداد حقوق بلادهم وجلاء الاستعمارية. أحلامهم وطن لا نهب به، لا ظلم ولا غجرية. ثورة قادها شباب خرجوا للأرواح باذلين، فداء للوطن في سبيل الحق مناضلين. وآمال لغد مشرق في العيون شايلين، كافحوا ضد الظلم وأسقطوا حكم المحتالين. منتظمة في السير وتسمع فيها ضرب النوبة وصدح الجماهير بالهتافات من أسود وأجبال والإناث ذوات الضفير. نعم. سارت أفواج واحتمت بأرض العسكر، عشما في حماهم والأمان في القلوب اتحكر. إلا خابت الآمال ساعة الخاين غار عليهم بليل ما اتبكر، وهم لابدين زي الحمام في الجحور توكر. بذكر مناظر الشباب وأيام الاعتصام عند القيادة، تشوف فيهم السعادة والطيبة والإيثار بالزيادة. تشوف روح الحماس فيهم والكفوف الأجوادة، طالبوا فقط بحقه فحكموا عليهم بالإبادة. بدعي لك يا مولاي، بدعي لك يا مولاي رحمتك تعم على كل شيء. بوجودكم انت يا احمد وبوجود بدعمكم لنا ان شاء الله. ان شاء الله. الله يخليك. كلام جميل. يمكن دي ذات يعني زي هبه الخرطوم في جنح الدجى، والتقينا في طريق الجامعه مشهدا يا موطني ما روعه. يعني دي بترجعنا للثوره زمان ولعبود ولنميري، الحياه اللي كانت عظيمه. شكرا يا ابو حميد. نعم شكرا لك كثير جدا احمد محمد بابكر، شاعر على هذه المساحه الجميله. اتمنى لك التوفيق، وان شاء الله نشوف كل كتاباتك الشعريه على ارض الواقع غريبا تغنى ان شاء الله يا رب. مشكورين جدا على هذه الاستضافه الجميله، وزي ما قلت كل سنه وانتم طيبين الشعب السوداني، وشكرا لكم مره ثانيه. الله يعافيك. الله يكثر خيرك يا ابو حميد. متواصل مع الساده الاحباب عبر صباح الشروق، المساحة القادمة على أجنحة الثورة السودانية، نسافر إلى جنوب كردفان حجر المكة، الوقوف على أطراف المعرفة.